Yeah.
وصلت الرسول
لها قول وقال لها انت الرسول فتقال عليك العدل وقال لها انت اللي انا كانت احياء المبركه لسبب الاسلام ولا حدودها الله الى اهل بيتها الى انت اللي انا كانت احياء اسلاميه الى اهل المبركه الى اهل التوابين اللي تتكلم عن المبركه Gracias.
حكينا هيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابة البراءة الكرام، وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتهم من كتاب وحكمة، ثم جاء لتؤمنن به ولتنصرنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. يا احمد فخر رايت كيف تستاهل محبه رسولك حقيقه كده سته الكون الى هيكله افكر انت اصحاب رسولك ما حيكون موجود الا جعلك رسولك اليوم تعلم رسولك لانك محقق سيدنا عيسى كعبي إلى اختيار النبي محمد أبوه أيوم حلاطي البرم ومشي إلى عيسى مكان رسول الله عيسى كم يستيقظ إلى مشي رسول الله البرم لقاه نبي كوب إلى نبي إلى نبي عيسى أولي النبي والبرم لقاه رجلي وهذا البرم لقاه شعر هذا النبي محمد أبوه كم إنا كميس إنا فراعنة وقد قالت أسحاك سلام الله إلى أين رؤية إلى النبي محمد وآخر الأنبياء إلى النبي آدم إلى النبي عيسى بن سوكا لكن بقيت أقول لك يا أبي إنه تصم مقام النبي محمد تجوا إلى هي الحدود ما كان فعليا أنبياء يقول إلى هي قال لك إلى النبي محمد أقوى طول بقيت أقول لك إلى هو الرائس رميس الرائس وين ربينا وراعينا كرتسنا ونقرنا هذا الإسلام إلى أين يقول لي أكاد إلى أين يقول عدينا نبي محمد الجسر من أصحاب كما قالت الأنبياء الخصبي إلى ربينا راعا كرتسنا لك رسولك رب لي سبا أقول لي سشيء أنا سيد ولد الآن يوم يوم ولا فخر أنا أبحاني سيدك أما نكا أنا هو لبال نبي الآن وقال لي رسول بيت بيت ستاقيا ما نتقيام يا رسول الله
إسلامك
هذه
Oh,
الفاتحة فريسة الفاتحة.
والبلاد من جهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا زرعا وأنذر لنا جرعا وأنزلنا علينا من بركات السماء عن بلاء ما لا يرشف غيرك. اللهم إنا نستغفرك كنت غفارا وأنزل السماء علينا مدرارا الغيث ولا تهلكنا بالسائلين. اللهم إنا نستغفرك إن كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أقسنا برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم. اللهم أقسنا برحمتك نستغيث
رؤيا